نرفض مشروع قانون مسطرة المدنية لثلاثة ولا أربعة ديال الأسباب اللي خص المغاربة يعرفوها، خص المواطنين يعرفوها، خص المجتمع الحقوقي يعرفها. أولا، هذا قانون مسطرة المدنية يكرس فصلا قانونيا وقضائيا بين أبناء الوطن الواحد على أساس موقعهم الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، أن هذا المشروع قانون المسطرة المدنية يضرب في مقتل كل محاولات الإصلاح ومحاولة التخليق التي تقوم بها سواء السلطة القضائية، سواء النيابة العامة، سواء هيئة المحامين. وأنا غادي نوضح، مشروع قانون المسطرة المدنية سيساهم في خلق بيئة لزجة، بيئة ستنتعش فيها الطفيليات وستحارب وستؤدي إلى التشويش على هذا الإصلاح، بل قد تنهي معه. بالله عليكم، إذا كنا نريد إصلاح العدالة وكنا نريد أن نقضي على الفساد، كيف لنا أن نشرع أبواب المحاكم على كل من هب ودب باسم الوكالة، باسم الوسيط وبمسميات أخرى؟ نحن اليوم والمسؤولين القضائيين والنقباء نعاني من محيط المحكمة وتبذل جهود، لكننا ما سنقوم به هو أننا سنشرع أبواب محاكم للفساد. المحامي عندما يخرق القانون وعندما تثبت في حقه جريمة أو مخالفة مهنية يعاقب من واجهتين، مؤسسته المهنية وأحيانا يتابع جنائيا. لماذا؟ لأنه مراقب، ولأن الممارسة محسنة، ولأن المحامي والمحامية يضبطه القانون. نحن اليوم سنلغي أنوار المحامي، سنقلص منها، وفي نفس الوقت سنشرع أبواب للغير. ثانيا، لا نسخ جل عندما نتحدث عن الاحتكار، من حقنا أن نتحدث عن الاحتكار المشروع كما هو في كل الدول. الاحتكار المشروع المنصوص عليه في القانون، ماذا نحتكر؟ نحن لا نحتكر مصادر الريح ولا المنافذ إلى الريح، نحتكر الدفاع عن حقوق المواطن، نحتكر سبل وأسس ومصافر. سلاحنا القانون، سلاحنا الأخلاق، سلاحنا الأعراف والتقاليد، سلاحنا تقديرنا اللامحدود لمعنى ومفهوم العدالة وللقضاء. هذا ما نحتكره. إذا لمن يريدون الاحتكار؟ من هو البديل عن المحامي في منظومة العدالة؟ ثلاثة، لا بد أن نتساءل وبكل جرأة، من له المصلحة في إفراغ المحاماة في المغرب اليوم من مضمونها الحقوقي والإنساني؟ من من اليوم يعتبر وكأن المحاماة هي سبب كل ما تعيشه العدالة من بطء وما تعيشه من مشاكل؟ من قانون مسطرة المدنية سبقته إجراءات ومواقف أخرى كرست اليوم بمقتضى مشروع قانون المسطرة المدنية. إذا نحن نعتبر بأن هذا استهداف، ونقولها بكل جرأة، وعلينا أن نتساءل من يستهدفنا اليوم؟ من يستهدفنا اليوم؟ لنا تاريخ، هل يستهدفون هذا التاريخ؟ لنا مواقف، هل يستهدفون هذه المواقف؟ لنا تطلعات في هذا الوطن، ولنا أحلام، لنا أحلام أن نبني جيلا من المحامين والمحاميات، نريدهم نزهاء،
نريدهم نظيف اليد ونظيفات اليد، نريدهم منحازين إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، نريد أن يكونوا ويكن مدافعين ومدافعات عن قيم الجوهرية لهذا الوطن. من يريد أن يخلق جيل آخر؟ هذا هو السؤال. مرحبا بالجدود، ومرحبا أيضا بكل من يأتي إلى هذه الهيئة لاقتناء. مسألة أخرى، لا بد أن أشير إليها وضرورية وأساسية. المشكل مشكل سياسي، علينا أن نقول ونقولها بوضوح لازم، الاختيار المهنة تصور سياسي، كلما كان المنحى يتجه إلى المزيد من الديمقراطية كلما تم تمسيه مساحة الدفاع، وكلما أردنا إسكات الأصوات خلصنا من أدوار الدفاع. ولنا في التاريخ تجارب، لماذا لا نستوحي قوانيننا من التجارب المقارنة؟ لماذا بيننا وبينهم قطرات ماء مالح؟ علاش غوي من حولنا الحاضر؟ بيننا وبيننا أشياء قليلة كبيرة جدا في التاريخ، لماذا يتم تلخيصها في هذه اللحظة؟ عندما تمس المحاماة في الدول الديمقراطية، وأنا أجيب منير على السؤال، نحن دافعنا عن استقلال السلطة القضائية، دافعنا عن قناعة، قناعة وجدانية بقدر إيماننا بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، بقدر إيماننا باستقلال السلطة القضائية واستقلال القرار القضائي. في الدول المتقدمة عندما تمس المحاماة يتبعبأ كبار القضاة من أجل الدفاع عنها. ولنا في التاريخ القريب جدا نماذج وصور. لن كما قال السيد الرئيس، علينا وعلى المحاميات والمحاميين أن يرفعوا ويرفعنا من سقف نقاشاتهم ومطالبهم في كلماتهم وفي سلوكاتهم وفي تصورهم للمينا. هناك من يريد أن ينزل بنا إلى الحضيض في المناقشة وفي المواقف وفي التصرفات. دورنا التاريخي اليوم، قدرنا، وهو قدر جميل، قدر جميل أن نكون في مفترق الطرق. ومن هنا مسؤولية الرئيس ومسؤولية أعضاء مكتب الجمعية ومسؤولية نقابنا السابقون والرؤساء السابقون والمحامون والمحاميات، هي مسؤولية كبيرة جدا، كبيرة جدا. زيادة مسألة أخرى، تبعا لما قاله السيد الرئيس، قمنا بكل ما ينبغي أن نقوم به تفاوضا، نقاشا، طروحات، أفكار، وكنا نطمئن على أن ما نقوم به وما نقوله صحيح. في الفرق عند الفرق البرلمانية، فرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، وكنا نسمع كلاما مطمئنا، وكانوا يفاجئون عندما نحلل بعض النصوص ويقولون واش الشيء الصح، وكأن لا علم لهم بالمقتضيات القانونية. وكنا طبعا لا أقول بأننا لا أستعمل أننا العبارة ديال لا يلدغ من الجحر مرتين، جهاد لم نلدغ، فقط وقفنا على الحقائق. سؤال كبير العريض، من يشرع لنا؟ من يشرع لنا؟ الحكومة تشرع لنا؟ البرلمان يشرع لنا؟ إذا كان يشرع لنا وكان هذا هو التشريع، فأقل ما يمكن أن يقال بأنه بعيد كل البعد عن المغرب اليوم وكيف نريده. نختم، غادي نختم. المحاماة قوية كبيرة جدا، وعلى الجميع أن يعي بهذا الأمر. نحن
نسعى دائما يلوموننا ويعاتبوننا على أننا نتهاون أو يتهاون البعض في محاربة الفساد. نحن نحارب الفساد اليوم، نقوم بمجهودات جبارة، لكن هذا هو كيف تيقول الفرنساوي ابري مي بيان لي غران بروبليم، بعد لكن تأتي المشاكل الكبرى. هذا مشروع قانون المسطرة المدنية سيجعل بخلاصة، هذا مشروع قانون المسطرة المدنية بحلته الحالية سيساهم في ضرب كل محاولات الإصلاح التي تقوم بها مجموعة من الجهات، وستجعلنا للأسف ستجعلنا في موقف لا أقول عجز، ولكن ستجعلنا في موقف المتألم على ما يحدث على مستوى التشريع في وطننا. وشكرا.